يا أحلى متابعين، شلونكم؟ إن شاء الله بخير وسلامة. اليوم طبعا اليوم حلقتنا راح تكون حسب طلب أحد المتابعين أو أكثر المتابعين، اللي هي أكثركم ما يعرف شلون يحمل برنامج المايكروسوفت أوفيس، يعني اللي بيه هو مجموعة الوورد، الأكسل، باوربوينت، يعني هاي السوالف. هي عندنا طريقتين. أول طريقة يا أما تنصب البرنامج من القرص، تقدرون انه تشترون مجموعة الماسة، اوكي، القرص اسمه مجموعة الماسة، بها كل الاصدارات. انا هذا عندي اللي استخدمه وانصبه. يا اما الطريقة الثانية تريدون تحملوه من النت، همينة هسه راح اعلمكم عليها. الطريقة كل سهلة، خليكم وياي. راح نجي اول شي ندخل على اي متصفح جوجل عندكم، اوكي، هنا أنا بالبحث اكتبوا مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت اوفيس، اوكي. ليش؟ لانه هسه احنا راح نحمله من الشركة الرسمية، يعني مو مواقع وهمية، اوكي، حتى احنا ما بي لا فيروسات ولا اي شيء. من ضغطنا عليها وطيت اوكي تطلع لنا هاي الصفحة اللي تشوفوها قدامكم، هنا هاي شركة مايكروسوفت. تجون هنا على هذا مركز التنزيل، اضغط عليه. بعدها تنفتح عندكم هاي الصورة، يعني هاي الصفحة، انزلوا اللي جوا، شوفوا هنا اللي عندكم، هذني موجودات كل الاصدارات، هنا هذا 2016، 13، وهنا 16، هذني الاكثر شيء، يعني اللي نازلات، اللي موجودات اكثر تحميلات عليها. هسه تجي هنا لازم تعرف انت نوع حاسبتك، نظامك 64 بت لو 32 بت، اوكي. هذا هنا اذا 64 راح تضغط على هذا 64، هنا راح تكون انت، اوكي، وهنا 2013 ايضا هذا 64، وعندنا هنا 32 بت 32، اوكي، هذا 2016 اللي موجودات عندكم. تشوفوها مثل ما تشوفون هنا عندنا شنو، يعني هذني كليتها 32 64 مثلا. تردون نقول عليها انه 1 64 مالت النظام، وراد هنا الاوفيس 2016. تجي هنا على هذا الرابط الاول واحد باللون الازرق، اضغط عليه، راح ننتظر تنفتح عندك هاي الصفحة، اوكي، هاي الصفحة تطلع. قبل لا تضغط تنزيل، هنا اختار اللغة اللي انت تريد تنزل بها البرنامج، يا لغة تريد تنزلها، تضغط على هذا السهم وتختار هنا اللغة اللي تريد تنزلها بيها، يا اما احنا انجليزي او عربي. مثلا اذا اردت اللغة العربية تضغط على العربية وانطي هنا تنزيل، اوكي، يبقى هو يتحمل عندك هنا بالملفات، تنزل عندك هذا، شوفوا، يبقى لازم يتحمل هذا الخط كلي يكمل. بعدين طريقة التنصيب اكيد راح تعرفوها، طريقة التنصيب تضغط عليها مرتين ينفتح عندك، وتبقى تطي next 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 وبعدين install، اوكي، ويثبت عندكم البرنامج. زين، قبل ما انهي الفيديو، شلون تعرف انه نظامك 64 او 32؟ اعلمكم الطريقة. تروحون هنا على هاي شكل الايقونة اللي هي this PC، تضغطون عليها كليك يمين وتنزلون على هنا للبروبرتيز، الخصائص مالتها، تضغط عليها وتنتظر. هذا الصورة، هنا عندك تطلع معلومات الحاسبة مالتك، اوكي، شوفوا هنا ايش قد مكتوب، مكتوب عليه هنا 64، اني نظام مالتي 64، يعني اقدر من اريد احمل اي برنامج لازم اختار اللي 64 بت، وهنا اللي 32 تطلع ال 32. اعيد لكم الطريقة شلون طلعتها، من هنا على هاي ايقونة الكمبيوتر، وكليك يمين، انزل على Properties، بعدين انتظرها تفتح عندي الصفحة، اوكي، تطلع هاي معلومات الحاسبة كليتها، وهذا هنا تظهر لكم حاسبتكم، يا يعني نظام 64 او 32. قلنا من يكمل عندنا التحميل، هذا من يكمل راح تلقوه موجود عندكم، وين موجود؟ بالداونلود، بالتنزيلات، راح فقط تنصبه وتشتغل عليه جدا عادي. لهنا وصلنا الى نهاية الحلقة، إن شاء الله كان الشرح واضح ومفهوم واستفاديته من عند زكاة العلم نشرة. لا تنسى الاكسبلور وتعليقاتكم الحلوة ومشاركة الفيديو. شكرا على المتابعة. Goodbye.